إذن أيها الإخوة المشاهدين، تغطيتنا متواصلة ومستمرة عبر تي في بازيدان لتغطية احتفالات الشابين هاشم وحمادة فضة داخل قاعة القصر الأبيض. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن نستضيف ابن خال العرسان الأستاذ يعقوب هوساوي. بداية يعقوب أرحب بك ومسا عليك عبر تي في بازيدان. أهلا يا سيدي، مرحبا بك، والشرف لينا وشاكرين حضوركم وعطيتوا المكان وزدتوا الحفل يعني توهج بوجودكم يعني. وبهذه المناسبة أحب أبارك لأخواني أخوي هاشم وأخوي أحمد، يعني إن شاء الله يتمم لهم على خير، وإن شاء الله يكتب لهم حياة سعيدة وأوصيهم فيها بالصبر، وعاد الله يوفقهم إن شاء الله نفرح بخلفهم الصالح إن شاء الله يا رب بإذن الله. يعقوب، شعورك وأنت اليوم تشارك هاشم وحمادة ليلة عمرهم؟ والله شعور لا يوصف، ويعني تعجز الكلمات عن الوصف. يعني حاس ان انا رجعت اتزوجت من جديد، يعني هم اخوان واكثر من اخوان، يعني متربيين سوا وقايمين سوا والحمد لله رب العالمين. عقب بهذه المناسبة ايش حاب تقول للعرسان هاشم حماد؟ والله الصبر الصبر الصبر. النصيحة اللي تقدمها لهم؟ الصبر الصبر الصبر. كلمة أخيرة تنهي بها اللقاء؟ ألف حتى خلي ما فوق الطريق مع أولاد خال مع الأولاد فوق الطريق حنجيب أم العين. يلا أدخل عليه. موقف طريف غريب عجيب حصل بينك وبين عيال خالك العرسان؟ والله قايل لك أنا متربين سوا وقمنا قومة واحدة، أكيد المواقف أكيد في المسفلة والمواقف ما لها حصر يعني، ما شاء الله تبارك الله. والله كثير يعني، لو قلت إني راح أفتكر راح أكذب عليك، بس ما شاء الله تبارك الله. أنا أفتكر مرة إحنا رايحين التحفيظ حمادة، مرة دباب صدم وطلعوا فوق الإشارة بس. العريس الثاني شوف خالي جالس يشمت عليه، دحين اجوا صوروك يا خالي. الثانية العريس الثاني، العريس هاشم عريس هادي ما له مواقف، المواقف الطريفة بتكون خاصة حنين سبيشال، مواقف سبيشال بينه وبينه، عشان كذا افضل. لا دقيقة، هادي ومواقفه يمكن حاجة غلط واخذه معاه. لا هو العريس هاشم مسالم، حتى مواقفه الطريفة كذا بتكون يعني خفيفة. شكرا لكم، والله يسعدكم، وإن شاء الله نتلاقى في مناسبات قادمة، وشكرا يعني اخترتوني من بين الناس، هذا شرف لي، والله يسعدكم إن شاء الله. طيب الله يخليك حبيبي.